معنا دكتور خالد عمر تمام، استشاري أمراض القلب بمركز الطب الدولي جدة، وأستاذ مساعد بجامعة توكا اليابان. أهلا وسهلا بحيك يا دكتور. تمام، هل في جديد في دعامات القلب السنة دي؟ طبعا دعامات القلب هي فيها تطور يعني عنيف جدا بيتم كل سنة، والسنة دي كمان دراسات جديدة بدأت تطلع دعامات من الماركت، وبدأت تدخل دعامات تانية جديدة. تقريبا هل ما هو جديد عن السنين اللي فاتت تفرق عن السنة اللي فاتت؟ ما فيش جديد قوي يذكر السنة دي، لكن البروفايل بتاع الدعامة نفسها أو يعني الدعامة نفسها إزاي بقى ليها إنديكيشن زيادة، هو ده اللي تم السنة دي، يعني هو بقى ليها متطلبات زيادة لبعض الشرايين، يعني مش ما كانش بيستخدم من قبل كده. تمام، إيه هي التوصيات الطبية الأولية لمرضى جلطة القلب؟ والله طبعا في أي وقت إحنا بنقول لمرضى جلطة القلب التايمينج أو الوقت جدا مهم، ومع زيادة الوعي دلوقتي بقى كل الناس عارفة أول ما يجيله ألم لازم بسرعة يروح المستشفى، أقرب مستشفى، والناس ما شاء الله بقى هنا بالذات في مصر وفي العالم العربي بقى عندهم تيم كامل متكامل لأسطرة القلب، بيتم التعامل مع الجلطة بسرعة جدا. فبالتالي التطور في علاج الجلطات بالنسبة بالأسطرة حصل طفرة جدا في مصر في الفترة الأخيرة، فأي حد بقى عنده جلطة أو أي حد بيحس بألم في صدره يجري بسرعة على أقرب مستشفى، ياريت يبقى المستشفى فيها إمكانيات تجهيزات فبحيث إن هم يعرفوا يعملوا له قسطرة في أول 60 دقيقة أو أول 40 دقيقة. ما أنت عارفة كل ما بنقل في الوقت كل ما المريض بيتحسن أكتر. تمام، إيه هي فايدة قسطرة لمرضى جلطة القلب؟ ما هي القسطرة أو العلاج بالمذوبات هي بتحمي عضلة القلب من التليف أو من التأثير في الفترة الأولانية. كل ما الدكتور نفسه يبقى عنده مهارة عالية وعارف الانديكيشنز امتى يتدخل كل ما المريض بيستفيد أكتر، فهي كويسة جدا وهي مفيدة جدا للمرضى بحيث العضلة بتتحسن أول ما بيحصل، يعني أول ما يحصل تدخل بدري. تمام، فمهمة جدا للمرضى مرضى القلب. في بعض الحاجات كنا بنستخدمها في السابق بالنسبة لبعض الأدوات بتشفط، يعني مقاطع بتجي على اليوتيوب كتير بتقول الأدوات دي بتشفط الجلطة وبتكسر الشرايين والحاجات دي. في الأبحاث الجديدة يعني أثبتت إن الحاجات دي ما بنستخدمها في السابق لكن ليها أضرار حتى بعد سنة، فبطلنا نستخدمها. وفي حاجات جديدة حديثة بقت ريكومند إنها تعمل في الشرايين دي، بتحسن الشرايين، وتاني بترجع لمهارة الدكتور وبترجع للتيم كامل، التيم بتاع المستشفى نفسه لازم يبقى تيم على أعلى مستوى، سريع يتدخل بسرعة، يبقى ريدي لأي كومبليكيشن أو أي مضاعفات تحصل من القسطرة. ما بعد القسطرة الرهاب مهم جدا، متابعة المريض مهم جدا، أخذ للدواء المسيلات مهمة جدا، الأدوية المسيلات الحديثة اللي طالعة جديدة دلوقتي مهمة جدا للمرضى، فالموضوع منظومة متكاملة مش دكتور بس. تمام، هل في أي ملاحظات طبية لمرض دعامات الشرايين التاجية؟ في بعض الشرايين كانت بتعالج زمان بالجراحة والدعامات حلت محلها أو بدأت تبقى يعني نتائج متساوية. في حاجات كنا بنعملها بالدعامات والجراحة بقت يعني أثبتت لسه إنها هي البيست تشويس. فسبحان الله هي مرضى الشرايين عامله زي بصمه الايد، مفيش واحد غير التاني، لكن وجود تيم متكامل في المستشفى ما بين جراحين وما بين دكاتره يعني متخصصين في الدعامات وما بين دكاتره كلينيكيين يعني نون انفيزيف بنسميهم او يعني غير متخصصين في الدعامات، مهمه جدا يبقى التيم موجود بيفيد المرضى غير ما يبقى هو دكتور لوحده شغال في مكان لوحده بس. تمام، تيم متكامل هو ده الجديد، التيم ابروتش اللي انت يبقى بتشتغل في تيم والتيم ده يقرر المريض هيعمل ايه، هيعمل دعامه، هيعمل قلب مفتوح، هيمشي ده بدواء، ساعات الدواء بيبقى اهم احسن من الدعامه احسن من قلب مفتوح. ف
ايه الكويس للمريض هو ده المهم دلوقتي. المريض يطلع واخد كل الرعاية الكاملة من تمريض لدكتور لبعد الدكتور كمان، يعني متابع ليه، حتى الفارماسيست او حتى الصيدلي مهم جدا اللي هو يقول له كمية الأدوية ايه وياخدها امتى وياخدها فور هاو لونج، دي مهمة جدا. فالمنظومة تبقى كلها متكاملة، هو ده الجديد. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور.